السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، راح نكمل وياكم سلسلتنا من مادة التحليلات الهندسية ضمن الفصل الثاني. الفصل الثاني حيكون هو البارشال ديفرنشال كويجن. أول شيء لازم نعرف شنو هو البارشال ديفرنشال كويجن قبل ما نبدي بالصيغ. بالأساس إحنا عادة دائما شو نقول؟ نقول يابا إحنا الدالة عندنا دائما ضمن متغير واحد، مثلا اف للاكس، مثلا خلينا نقول الواي تساوي لنا اف للاكس. اذا هذا ايش بيه؟ هذا معتمد وهذا مستقل. هذا ميم معتمد وهذا عندنا مستقل، تمام؟ شنو هو المعتمد المستقل؟ المستقل هذا الاكس، يعني احنا نفرض القيم، اما المعتمد فالواي هو يعتمد على قيمة الاكس. هذا شو وقت؟ بالاو اللي هو بالاورديناري ديفرنشال كويجن. الاورديناري بصورة عامة احنا عندنا واحد ديبندد، واحد ديبندد، واحد اندبندد. اما بالبي بارشال ديفرنشال ايكويجين فراح يكون عندنا اف المين الى اكثر من متغير اكس فاصلة واي فاصلة زد الى ما لا نهاية من المتغيرات. احنا ايش نقول؟ ما نقول انه بارشال ايكويجين، لا نقول بارشال ديفرنشال ايكويجين اذا لازم يحتوي على جزء تفاضلي، مثل زد هي دالة لـ X أو Z دالة لـ Y و Z إلى X مرتين و Z إلى Y Y وأيضا ممكن يكون Z إلى X Y. قبل هذا كله لازم نعرف أنه الاشتقاق الجزئي كيف تكون العلامة مالته. يعني for example Z للـ X هي شو تمثل لي؟ تمثل لي بارشيال زد بالنسبة إلى بارشيال إكس، تمام شباب؟ بارشيال زد إلى بارشيال إكس. هسا يجي واحد يسألني يقول لي زين اكو بارشيال واكو دي واكو ممكن دلتا، صح؟ واكو اللي هو الدلتا اللي هو التغير. راح نجي نوضح فد شيء امر بسيط. نجي نرسم المحاور الاساسيه مالتنا، نقول عندنا فد مثلث مثلا، مقدار هذا المثلث هو الواي وهنا الاكس وهنا الزد. اذا الميل مال المثلث، ميل المثلث راح يكون هو عباره عن واي على زد، هو ميل هذا واي المعذره على اكس y تقسيم x. زين اذا كان المستقيم ايش راح نسوي؟ راح ناخذ ميل المستقيم، ناخذ مثلث صغير بس راح نسميه دلتا y على دلتا x. راح يجي واحد شو يقول اذا الميل المستقيم ايش راح يساوي لنا؟ دلتا y على دلتا x. هاي اليامن وين اللينير كويجن، وين تكون الخطوط، وين الصيغ اللي تكون طريقة لينيار. اما النو لينيار مثل ايش؟ نرسم صفة مجرد كيرف بسيط، فراح ناخذ بهاي الحالة خط مماس، وهذا الخط المماس راح نسميه دي واي الى دي اكس، راح نطب الاشتقاق. اذا هنا الميل يساوي لي المشتقة الاولى واللي هو دي واي الى دي اكس. هسه السؤال نجي زين البارشال اذا درجه اعلى منحنيه نون لينير تكون عندنا، وايضا ناخذ بس بدال الدي راح يكون مثلث صغير مثلث اصغر ونسميه بارشال واي وهنا بارشال اكس. زين نجي نفتهم شغله ثانيه، احنا هنا هي اورديناري ليش؟ لانه المتغير
واحد اورديناري متغير واحد. اذا بارشال اذا الاكثر متغير، اذا البارشال يكون ممكن الاكس ممكن الزد ممكن يعني الى اكثر متغير حسب ما فهمنا بهذا الجزء. نرجع ناكد لكم شغله ثانيه انه منو الاكبر جزء هو الواي، منو الاصغر منه شويه هو الدلتا، منو الاصغر من الدلتا هو الدي، منو الاصغر من الدي هو البارشال. اذا اصغر جزء عندنا بالرياضيات واللي يكون اكثر اكيورسي او بمعنى انه يكون اكثر دقه هو البارشال. تمام شباب؟ اذا هسه التوضيح لكل جزء ايش راح يكون. يعني مثلا قلنا زيت للاكس فهو بارشال زيت بالنسبه لاكس. شنو معناها شباب انه بارشال زيت بالنسبه لاكس؟ معناها الاشتقاق راح يكون فقط لاكس، يعني الداله بتجيني متعدده المتغيرات اللي هو الاندبندنت يعني المستقل. اذا انا ما راح اشتق فقط لاكس، معناها انه شكو شيء غير الاكس فهو كونستانت. شباب انتبهوا لهي الفقره انه هو شنو كونستانت ثابت، وبما انه انا دا اشتاق مشتقة الثابت شنو صفر. اذا كل ما اشتاق والقى حد هو ما تابع الاكس اذا هذا مشتقته يساوي انه صفر، وبالتبعيه انه الزيت للواي ايش راح تكون؟ راح تكون بارشال زيت بالنسبه لبارشال واي. هاي واضحه ومفهومه ان شاء الله. زين اذا زدت للاكس مرتين بسيطه اللي هي باعتبار المشتقه الثانيه للزيت بالنسبه المال لاكس مرتين، وبالتشابه الواي الزيت بالنسبه للواي مرتين نفس الحاله. زين اللي هو نفس الشيء. زين اذا نجي نقول يا بلا اريد زيت للاكس وللواي، زت للاكس هي بارشال زت على بارشال اكس في بارشال زت بالنسبه بارشال واي. اذا ايش راح تكتب؟ تكتب بارشال زت يعني المشتقه الثانيه بارشال بس بالنسبه الاكس ومره ثانيه بالنسبه الواي، والعكس صحيح. يعني اذا كان زت واي للاكس اذا راح تقول زيت للواي بعدين اشتقها بالنسبه للاكس وهكذا. تمام شباب انتبهوا، اذا هاي الداله اخذها انه اشتقها بالنسبه للواي وهكذا. اذا الافضليه التبعيه تكون لاول حد، اذا الان اذا رايد من يمي اكس واي اذا اشتق الاكس وبعدين اشتق الواي ونفس التفاصيل. هذا البيسك كونسبت بالنسبه للمشتقات. يعني مثلا خلينا ناخذ كمثال فرضيه شلون السؤال ممكن يجيكم. يقول لك يا ابو انا زيت داله لاكس والواي اللي هي هو اكس تربيع زائد واي تربيع، زين اوجد لي زيت للاكس زيت للواي زيت للاكس اكس زيت للواي واي زيت للاكس واي وهكذا. شغله جدا بسيطه، داله تجيك انت اشتق لي اياها، مجرد انه انت ايش راح تسوي؟ راح تشتقها زيت للاكس زيت للواي زيت للاكس اكس زيت للواي واي وزيت للاكس واي كما موضح عندنا بالسؤال، كما موضح عندنا بالسؤال. يعني كمثال مثلا هنا يقول لك زت للاكس، اذا الواي هنا صفر، ليش؟ لان هذا الحد عباره عن واي ومشتقه الواي كونستانت صفر، اما الاكس تربيع فهي 2 اكس، وبالواي نفس الحاله، وبالتالي كما هو موضح عندكم بالسؤال راح يطلع النتيجه. الشغله الثانيه انتبه عليها شباب انه الجزء الثاني اللي هو الكلاسيكال اللي هو البارشال ديفرنشال ايكويشن. اكو بعض المعادلات اللي هي التطبيقيه اللي عباره عن حل البارشال ديفرنشال ايكويشن. اول معادله عندنا البارشال يو بالنسبه لتي، طبعا اليو هنا هو الويف الموجه، هذا الون دايمنشنال ويف ايكويشن، طبعا اليو هو الفولور اور ديبندنت، يعني هل هو التابع او المعتمد، اثنيناتهم اذا نفس المعنى. هنا راح يجي عندنا اللي بالاسفل التي والاكس هي شنو؟ اندبندنت. هنا تي والاكس هي مستقلات بدل عندنا من الواي والاكس، ليش؟ لان بالويف موجه عندنا، تخيلوا انت موجه تجري في مكان معين ضمن زمن معين، اذا الزمن يدخل عندنا، اذا رمز الزمن هو التي. تمام شباب؟ طبعا هاي مجرد انه تفهمون انه هنالك تطبيقات تكون عن طريق
اللي هو البارشال ديفرنشال ايكويشن مثل الويف، وبالتبعية نفس الويف بس تتغير الى الهيت الحرارة. الهيت الحرارة انتبهوا هنا الشباب، هنا وان دايمنشنال، هاي معادلة الهيت نقدر نكتبها بهالصيغة اللي تعلمناها. يعني هاي مشتقة ثانية لاكس، اذا يو بالنسبة لاكس مرتين، مشتقة الاولى بالنسبة لتي، يو بالنسبة لتي مرة، وهكذا راح يكون بالنسبة للبقية. وعندنا معادلة لابلاس اللي مال الحركة مال الفلو يكون بما انه يساوي لصفر اذا ماكو زمن، اذا الحالة الناس تدي مستقرة. طبعا هاي المعادلات مجرد للتوضيح انه كيف تطبيقاتها بالنسبة للبارشال ديفرنشال ايكويشن. اما حاليا فمطلوب منكم فقط البيسيك كونسبت بالنسبة لهذا الجزئية. لهنا نتوقف مجرد انه شرحنا الاساس، وان شاء الله نكمل في محاضرات